تلعب تيوب الزملاء جابر الحربي عبد العزيز المعدي عدوا فقرة دوما ما تأتيكم على برنامج الملعب، نشاهد ما فيها في ختام هذا البرنامج ثم نعود. بين الكرة واللاعبين أسطورة، من منهم اللي ينتبه للثاني؟ كانت كرة تقنص لاعب كورة حتى قنصها ياسر القحطاني، راسم لها في كل ملعب صورة، يسهر عليها العاشق الولهاني، تبقى بقلبه آسرة مأسورة، ما حس بالوحدة وهو وحداني. يا لعب تشعر بنفس شعوره، وابداعها للاوعي وداني، من سحرها كل البلد مسحورة، وصافح القاصي كفوفه أداني، ما وقف الشاعر على جمهوره، ما وقف المبدع على جمهوره، هلا علو يعلو على البنيان. يا ياسر القحطاني الأسطورة، شطحت بي فوزان غير أوزاني، ما يجعل الشاعر تجف بحوره ألا الهلال وياسر القحطاني. أذكر المشاهدين الكرام بما وصلنا من أخبار بين المجلس التنفيذي في إدارة نادي التعاون، أو في نادي التعاون أنهت التوقيع مع مدرب نادي نجران جيكوكا المدرب ليكون مدربا في الموسم القادم لنادي التعاون. هذا آخر ما وصلنا من الأخبار العاجلة التي قدمها المجلس التنفيذي، ومن المعلوم أن إدارة نادي التعاون استقالت برئاسة المهندس محمد السراح، وبالتالي مسيري المجلس التنفيذي يعملون بلا شك عمل يشكرون عليه بالحفاظ على الفريق، وبالتالي إيجاد البيئة المناسبة للموسم القادم والرئيس القادم. قبل الختام أذكركم بعناوين برنامجنا لهذا المساء. فيصل بن تركي لم نفاوض المطوع ونعلم من وراء الشائعات. ورئيس النصر لدينا لاعبين الصغار يلعبون في خانة المطوع. والمسحل على الأندية مخاطبة الاتحاد السعودي لإراحة لاعبيها. بعد استقالة هيئة أعضاء شرف نجران الإدارة تصدر بيان استقالة. وطاقم تحكيم إيطالي يقود مباراة الهلال والأهلي. والنصر والفتح بصافرة أجنبية في نصف نهائي كأس الأبطال. رابطة محترفين دوري الدرجة الأولى تجتمع يوم الأربعاء القادم. غدا قرعة كأس العرب أو العرب 2012 في جدة. الهزاع من يروج بأننا نشتري مباريات شخص مريض. في هذا البرنامج أشكر من كان معي في هذه الطاولة الإعلامي الرياضي الأستاذ أحمد المصبيح. أبو تركي شكرا لك. شكرا لك حقيقة، الكلام كثير ودي، لكن الوقت يعني ما قرب السريع، لأنه الإعداد حقيقة كان جميل، أيضا حضور الأستاذ عبد الله الشيخي بس في نص دقيقة بس أوجه حق الثانية أستاذي ومعلمي علي داود اللي قاد نادي الوحدة للعودة للأضواء، يعني واجهة إعلامية مشرفة اثبت ان الاعلام والله الحمد يقدم كفاءات متميزه، هذا هو اعلامي اداري نعم اعلامي اداري متميز. ايضا الشكر للزميل هناك في جده الاعلامي الرياضي عبد الله الشيخي. عبد الله تشرفنا فيك، شكرا لك. شكرا لك استاذ عبد الله، والحقيقه اهنئك على قيادتك لدفه الحوار بهذا الشكل المميز، والشكر ايضا لاخي وصديقي وزميلي
الاستاذ احمد الذي يعني كسبناه ربما حتى ايضا في تويتر وليس في مقالاته. انا قلت له تو انك من المسيرين ما بغى. لا لا شكلي انا لكن نجيب على تويتر. لا نجيب له يا عبد الله تغريده الاسبوع الجاي عشان يدرون. ها ان شاء الله. شكرا ايضا لبقيه الزملاء في طاقم الاعداد عبد العزيز الناجي بالقياده وصالح المرشد عبد الرحمن الناصر معاذ الحميدي تامر الفيز من الاخراج فهد عتيبي كل الزملاء في التصوير. نلقاكم ان شاء الله في يوم الغد في برنامج الملعب. الى اللقاء.